بالفن أمازيغي وكان نغني كان دير لي كومبوزيسيون ولكن كان قري الموسيقى الأمازيغية. الموسيقى المغربية اون جينيرال أنا عندي الإلمام بها وكنعرفها، ولكن غير بحكم أنني أمازيغي ومحتك بالشق الأمازيغية ديال الأغنية المغربية، دونك كان قري الموسيقى الأمازيغية وكندير لو توريزم كولتوريل اوسي، هذا هو سميتو ديالي دابا. ولكن انا كبرت، هنايا، انا عايش في الولايات المتحده الامريكيه صافي قريبه 23 عام دابا، ولكن انا ولد القبيله ديالي سكساوان. كبرت في فيلاج صغير في الاطلس الكبير، وتعلمت الموسيقى ماشي اكاديميا، واخا من بعد قريت واحد شويه باش نتواصل مع الناس فسميتو ديال الموسيقى، ولكن تعلمت الموسيقى كما كيتعلموها كلشي ولاد المناطق النائيه. دونك انا قريت البريمير ديالي في الفيلاج، من تما مشينا لايمينتانوت ملي وصلنا السن ديال سميتو ديال الكوليج. والدينا كما ترحلوا لايمينتانوت باش نكملوا القرايه، من تما مشيت لمراكش وقريت في الجامعه ديال القاضي عياد وشديت ليسونس في الادب الانجليزي وتخصص لسانيات. جيت 3 سنين ولا 4 سنين ما باغيش عقلت ديك الساعه ما كاين ما يدار. المهم ديك الساعه كانت القضيه حامضه. جلسنا واحد 3 سنين مشومرين ما كاين والو، ولكن ابري جات الاقدار باش نمشي للولايات المتحده الامريكيه. من تما ملي وصلت الولايات المتحده الامريكيه بديت ثاني واحد المسار اخر، لكن وسميتو وبشويه بشويه تعلمت واحد القضيه، ما عرفتش واش سميتو الشخصيه ديالي اللي فيها واحد شويه ديال ليكسنتريزم اللي كنت نحاول ديما نفكر كما تيقولوا بالانجليزية اوتسايد ذا بوكس، زعما خارج سميتو فوالا. دونك ما بغيتش ننسق مع الفكره ديال هذا ديال المهاجر الكلاسيكي، اللي كيمشي تيحس بانه سي جوست ترونزيتوار، غير تيدوز تما. المهم انا كنخدم باش ندخل الفلوس وندخل البلاد وسميتو، ما كنفكرش بحال هكا. كنقول ديما وهذا الشيء قلت ماشي مره ماشي جوج، بانه اشنو غادي ندي انايا معايا، اشنو غادي ندي من هذه البلاد، ماشي غير اشنو غادي نجيب من ديك البلاد، اشنو غادي ندي لهاد الناس. دونك كان عندي واحد الهم اون ميسيون باش نوصل للناس الثقافه الامازيغيه، ولكن ذاك الهم جا بحكم كانت عندي واحد التجربه اللي ورات ليا بانه خاصنا نتخلصوا من 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 المركب النقص ديال المورود الثقافي اللي عندنا في هاد البلاد، ياك فهمتي، لا لغويا لا 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 ف ف ف ف ف كما تيقولوا لي باتريمون ايماتيريال، التراث لا مادي العربيه هو التراث لا مادي، ياك فهمتي. دونك من تما وعيت بانه الناس في ديك البلاد في لي ستازوني وسورتو في كاليفورنيا مفتحين على الثقافات ديال الناس الاخرين وتيبغيو يعرفوا عليها، وداك الشيء راه سهل عليا شويه الماموريه باش نبدا نبريزونتي لهم ونبدا نعلم لهم الموسيقى الامازيغيه. لا علاقتي بالموسيقى الامازيغيه من الصغر، من تقريبا 6 سنين، هيك فهمتي. انا بديت كنلعب في الطمطام، ومن تما كنا تنصوبوا داك لوطار اللي كنصوبوا الفرانات ديال البشكليطه. هذا الشيء راه تقولها لاي واحد من المناطق النائيه هنايا فسميتو تيقول لك اودي راه دزنا من ديك التجربه. دونك انا داك الشيء باش دازت، ومن تما كونت مجموعه هنايا في المغرب سميتها ام ديازن، مجموعه فريده من نوعها، حيت كبر ديك الساعه الساحه الفنيه شنو اللي
فيها واحد لو ستيل تيقولوا لي هذا داك جروبيت هذا لو ستيل اللي كاين هنايا هنا في تتكون الحوز سوس والمناطق ديال الادرار هنايا حيت سوس انا عندي تحفظ شويه على سوس حيت سوس سي لا فاليد سوس سي با فريمون اي كنتي الحوز سي الحوز سوس سي سوس المهم بعدا البلاصه فاش تيهضروا الناس بلو ديالكت اللي مختلف على الديالكت ديال الموان اوريون موان اوريون ديال الموان اطلس وديال الريف دونك كان عندي واحد المجموعه سميتها ام ديازن كنا كنديروا لي كومبوزيسيون ديالنا مهتمين بالكلمه ديك الساعه وكنحاولوا نديروا شي حاجه مختلفه ولكن واحد الحاجه اللي مهمه هي خدينا بزاف ديال سميتو ديال الروايس ماشي الروايس القدام واحد لا جينيراسيون اخرى ديال الروايس بحال بن سير بحال واهروج بحال الرئيس مبارك يسار وخديناهم وحطيناهم في داك القلب ديال داك جروبيت ولاو لي جينيراسيون اللي ديك الساعه كيسمعوهم حيت ما كانوش تيسمعوا الروايس بزاف ولكن من خلال هذا سميتو ولا عندهم داك الالمام بسميتو بالفن ديال الروايس البدايات ديال سميتو هي في الاول ما كنتش كنحس بانه داك الشيء اللي عندي عنده قيمه انت ما تنقولوا في امريكا ملي جيت الكومبلكس ديال الانفيريوريتي اللي عندنا ولكن من بعد ملي اكتشفت بانه الناس راه عندهم الالمام بالانواع والثقافات الاخرى وخصوصا الامريكان راه فيها بزاف ديال الثقافات راه ما كايناش شي ثقافه نيت وحده ديال الامريكان الثقافه ديال الامريكان سي الكونسيوماريزم والكابيتاليزم ولكن زعما تنهضر على الثقافات المتجدره تتلقى بزاف ديال الناس تتلقى لي بريزيليان عندهم سميتو ديالهم تتلقى لي جابوني تتلقى دول البلقان كنت كل هاد الناس تيديروا وانا نفكر باش ندير سميتو ديال المغرب ندير الموسيقى ديال المغرب ولكن بحكم انا امازيغي واحد ندير الاحتكاك بالامازيغيه خاصني نوصل لهم هذا سميتو ديال الامازيغيه فعلا ساعدني داك التفتح ديالهم ولكن خاص تكون مآمن بشي حاجه واحد القضيه مهمه سي انا عندي ارتباط بالارض انا عندي ارتباط بالارض الا تنهضر على الامازيغيه انا ما كنهضرش غير على اللغه تنهضر على القيم والارتباط بالارض راه الا عندك الارتباط بالارض اي حاجه تجي من ديك الارض راه تعطي عليها الغني والنفيس ياك فهمتي دونك انا ملي ما قدرتش باش نكمل المسار ديالي هنايا بحال لا خديت المغرب معايا لتما بغيت نكون ثاني واحد سميتو ديالي تما ونبدا ندفع به فين ما لقيت شي حاجه كنديرها راه درت رئيسيه 3 فيستيفال تما ديال الامازيغيه وقلبت على السيفونسيون وسميتو بالامكانيات ديالي ياك فهمتي زعما لي مويان دو بور اللي تيقولوا ياك فهمتي باش نعلم زعما سميتو ديال الموسيقى الامازيغيه كنت كنمشي لواحد المخيم ماشي 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 واحد واحد المخيم ديال الموسيقى تيديروا الصيف الموسيقى ديال الموسيقى من العالم وعرضوا علينا عطوني ان بوست باش نقري سميتو تيديروا في الصيف باش نقري الموسيقى ديال شمال افريقيا وحسيت بانه الناس اللي كانوا تيجيو ديك الساعه عندهم كانت لا كلاس ديالي كانت عمار بزاف حيت الناس هذوك اللي تيجيو سون دي ميوزيسيان هما كيلعبوا الموسيقى ديك الساعه وحسيت بانه كاينه شي حاجه هنا هاد الناس حسوا بها ما عرفتش ما تنقولكش بانه الثقافه ديالنا راه اكثر من الثقافه ديال الاخرين يمكن بحكم بانه ما عمر سمعوا ذاك اللون الموسيقي وبغاو يزيدوه بوغ اونريشيغ الريبرتوار ديالهم ولكن انا بان لي بانه هادشي شجعني باش سميتو وملي رجعت درت ان كونسير واحد المره وانا درت اون ليست جست اون ليست بالاكسل حطيت فيها الايميل نيميرو السميه اللي عنده الالمام باش يتعلم هذا النوع الموسيقي كيفاش درتها بعدا ملي كنت في الكونسير ديك الساعه درت مع الجمهور ديك القضيه ديال كول اند ريسبونس زعما تيعاونوا تيغنيو وكان نشرح لهم واحد زعما كان نوري لهم كيفاش يغنيو مخارج الحروف وسميتو وعجبهم داك الشيء وبداو الناس كيسينو هذا الشيء باش بدا سميتو بداو بجوج بثلاثه باربعه بداو تيتزادوا عاد من بعد جاو عندي الناس الاخرين الاول كنت ندير غير لو شون والريتم حيت ما بغيتش ندخل الالات الوتريه ولكن واحد اللقطه وانا نقول لي كان واحد جوج البنات افون هاد جوج البنات دابا اللي كيلعبوا الرباب كان واحد جوج البنات اخرين كنت عاد جاو هادو وانا نقول زعما عن قصد بغيت انا
بغيت المراه الامازيغيه تبدا تلعب الرباب. وفعلا راه كاينين بزاف دابا ديال النساء ديال زعما النساء الامازيغيات دابا لي هاد لي جون اللي كيقولوا لي راه شافوا راه بغينا حتى حنايا نتعلموا ولكن راه ما كاينش لي يعلمنا. دابا واحد فيهم بعدا فهذوك البنات هذا اللي جاي معايا ملي قلت لي على شيء اشنو بغات دير حيت هي تعلمت واحد الوقيته في واحد لاتولي كيفاش تصوب لي زانسترومون بغات تصوب الربابات. قلت لك غادي تصوب بزاف ديال الربابات ونجيبهم هنايا ونعطيهم للعيالات اللي زعما النساء اللي بغاو سميتو حتى هما داخلين دابا في داك سميتو يبغاو يتعلموا من الناس هنايا وبغاو يشجعوا هيك فهمتي هاد الثقافه. دابا راه هما بحال ادوبتوا هاد الثقافه تيحسوا وي متعلقه باللغه. انا عندي واحد جو بونس عندي وانا تو واحد الحاجه دو بلوس ساعدتني سي با فاسيل هي انا تنعرف على اللسانيات بزاف وتنعرف على الفونيتيك والمخارج الحروف هذا هو اللي صعيب. كاين هذه القضيه ديال مخارج الحروف باش توصل الناس باش ينطق سميتو وكاين المشكل ديال الريتم هذه ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس هنايا الايقاعات اللي عندنا حنايا صعب شويه باش ما ندخلش في التكنيكاليتي ديال الموسيقى زعما سميتو ما كيعرفوش هما فين تيكون اشنو اللي تيقول ليه البولس ولا زعما فين الناس دابا الا حنا كنضربوا الرش تنعرفوا اكزاكتومون فين هما راه يقدر يقلبوه فهمتي حيت تيسمعوا الموسيقى بواحد البيرسبكتيف اخرى دونك كيفاش غدير تقلب ليهم هذا هو الصعب. اما لي نوت ماشي مشكل وعندنا دي حوايج كنديروهم وتنقولوا ساهل نو ما ساهلينش كيفاش تنغنيو كيفاش لا فاسون باش تنغنيو حنايا الشون اوكسيدونتال تيستعمل بزاف الديافرام هيك فهمتي في لو شون حنا كنخلطوا الديافرام والقرجوطه زعما هاد الحوايج اللي صعاب باش توصلهم سا دوموند دو طون راه اون باسيونس راه خاص تكون راه الا ما تصبرش راه امبوسيبل باش تخدم مع الناس بحال هكا راه الصبر وتعطي الوقت من راسك. انا دابا تندير 6 سوايع ديال الجروب في السيمانه عاد زيد عليها لي بريفي هادو اللي كيتعلموا الرباب دابا وكيتعلموا هذاك تندير مع بريفي ما يمكنش دير اون جروب يجي بنادم تجلس معاك 3 سوايع وانت كتجرد ما تطيطلك يضرك ودنيك في الاول صعيب شويه بشويه. لو الفرقه اللي كونت باش ديما كنوضح هذيك حاجه اخرى ام ازا هيك فهمتي سان بروجي هادو مازال ما بغيتش نعطيها سميه ديال الفرقه حيت غير تعطيها السميه ديال الفرقه غادي يولي تدخل البروفيسيوناليزم مازال ما ندخلهمش للبروجي غير كلين تينيست مازيخت ورتريت تحت ايت انت زعما ورتيت ادي لورت دي دا سموم فهمت دونك وريت من لو حارس البروفيسيوناليزم دابا ملي جبتهم ما بقيتش نلوحهم في زعما البروفيسيونال المهنيه باش يبداو دابا يديروا سميتون نو حيت مازال ما سميتو راه دابا جبتهم لا بروميير فوا باش يبداو يديروا دي كونسير راه كاينين الناس ما عمرهم غناو في شي تياتر ولا قدام الناس بزاف راه تيكون فيهم لو تراك وتيكون فيهم سميتو ولكن شويه بشويه بغيت ندير لهم دابا بعد هاد ليكسبيريونس ديال باش يبداو يغنيو دونك ما نسميها مازال ما بغيتش نسميها مجموعه الناس تيقول لي شنو نسميوها تنقول لي سميه فتاع الطلبه ديالو دابا الا شفتهم بانه لو راه بداو واخا راه كاينين الناس ما عمرهم قاسوا شي اله راه بداو حيت هما راه الا زعما داروا عقلهم شي حاجه وخاصك تدخل لهم اوسي راه ماشي باش تتعلم خاصهم يحبوا ديك الموسيقى وفعلا كلهم راه بنادم باش يساكريفي ويخلي الخدمه ديالو ويشد البي دافيون ويدير هيك فهمتي 12 13 ساعه 14 ساعه واحد فيهم حيت كيقري خدا قلب على استاذ باش يروم بلاصي باش يجي يدير معنا سيمانه خلى الخدمه ديالو باش يجي سميتو راه ولاو هاد الناس راه فريمون زعما واخدين داك الشيء بالقلب ديالهم. بعد الاله ديال الرباب انا ما كنعتبرش راسي من الناس اللي كيلعبوا الرباب مزيان مازال كنتعلم فهمتي تنلعب 5 على 10 فهمتي حيت الرباب انا ما بديتو حتى كنت في الولايات المتحده راه ماشي بزاف شويه ديال الوقت هذه باش بديتو واوتو ديداكت كما قلت لك تعلمت راسي براسي
اسميتو باش زعما هاد الشيء تيقولوا عليا الناس دابا تيقولوا دي وصلتي اسميتو للعالميه واسميتو فعلا انا مع المجموعه ديال ازا وسي لعبت بزاف ديال الدول في الاوروب فسميتو في لي ايتازوني في لو كندا درنا شي اسميتو هنا في المغرب ودابا مع لي ميديا سوسيو فهمتي الناس تيردوا البال واحد شويه لداك الشيء اللي كيدار وواحد القضيه عجبتني بدات تتعجبني انا تصحابني واش الناس ما واخا تنقولوا بعض الخطرات الناس تيتبعوا غير التفاهات وسميتو ولكن كاين واحد جينيراسيون زعما عندي الامال فيها كتصنت وكتصنت الحوايج اللي عندهم اون ميسيون ياك فهمتي زعما ماشي غير ما تنقولش زعما جو دينيغر با كيما تيقول زعما الناس سميتو كل واحد تيدير سميتو ديالو غير لاغ الفي ياك فهمتي الفن اللي تيكون شويه راقي وعنده اون ميسيون وعنده وكاين الفن ديال ياك فهمتي لا ديستراكسيون باش نفوج على راسي وسميتو وكاين ذاك النوع ديال الفن اللي تيحمل واحد الحموله الثقافيه انا هذا هو سميتو اللي بغيت نوصلو ماشي غير الموسيقى ولكن الموسيقى اللي كتحمل معها تاريخ وكتحمل معها ارث ثقافي كله هو ماشي غير الموسيقى بوحدها هذاك هو يمكن ياك فهمتي اللي كيبان دابا لبزاف ديال الناس بانه زعما وصلت لواحد سميتو جو بونس الى الناس تيقولوا هكاك حيت كاينين الناس الاخرين اللي عارفينهم ياك معروفين ياك فهمتي عندهم دي مليون دو فيو ومعروفين سوبر ميدياتيزي ولكن دابا الطريقه باش قلتيها انت دونك تهضر على الحموله الثقافيه ديال 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 الاغنيه ماشي الموسيقى بحد ذاتها انا بغيت هاد الناس نوصلهم واحد شويه البروفيسيوناليزم نحكم واحد شويه تيوليو تيزكيو المسائل مزيان مزيان مزيانين ماذا بيا نجيبهم دي فيستيفال هنايا يديروا دي بريزونطاسيون في الفيستيفال يكونوا مزيانين من بعد راه بغيت حتى نكومبوزي لهم دابا هذا غير نيوتورات بغيت ندير لهم دي كومبوزيسيون بحال القدام يعني بالربابات وسميتو يغنيو كتب ليهم الكلمات نكتب ليهم سميتو باش يغنيو ولكن انا هو الحلم ديالي هو هاد لا بتيت ايكول اللي درت انا بلي مويان ديالي ياك فهمتي بغيت نكبرها بغيت في امريكا ما قراتش يكون عندنا اون برونش هنايا في المغرب ولكن حيت كاينين بزاف كون اون برونش في المغرب تبدا تعلم الرباب والوتار سورتو العيالات لا 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 زعما اوفيرت لكل شيء ولكن سورتو العيالات هذا هو سميتو ديالي عارف بانه غادي يكونوا ثاني الانتقادات وسميتو ما عندي سوق كنتي هذا هو الحلم ديالي زعما الحلم ديالي انا تكون عندي ليكول تما حيت هنايا قلت لك زعما مادا بيا ولكن هنايا خلاص خاص الناس ديال هنايا ثاني يديروها مادا بيا تما انايا نكبرها ونكون دي برونش في بلايص اخرين مدن اخرين وكونوا حيت كاينين دي ماروكان راه دي ميوزيسيان راه كاينين ياك فهمتي واحد تيلعب سنتير لعب العود واحد ياك فهمتي كل بلاصه تسول شي واحد هاي راه تقري وديك الساعه كاع دير ليها سميتو بلي فينونس باش الناس يخلصوا ياك فهمتي تكون عندها زعما التويشن اللي تيقولوا لها زعما تخلص واحد سميتو هذا هو سميتو ديالي دابا المهتمين بالفن الامازيغي الفن الامازيغي كما تنقول هو غير واحد انا كيبان ليا سي اموان دو ترونسبور ديال 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 الارث الثقافي الامازيغي كله هو ما نفرقوهمش ياك فهمتي ما نفرقوهمش دونك هذاك هو سميتو ديالي واحد القضيه غادي نقولها لي جون كيما نقول الارتباط بالارض هاد القيمه ديال الارتباط بالارض راه مهمه ما نعيشوش حيت صافي لونطون حنايا الاجساد ديالنا عايشين في هاد البلاد والدماغ ديالنا عايش اما في الغرب اما في الشرق البلاد انا هاد البلاد هو سميتو ديالي المغرب